عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام برائحة المطر المتصاعدة من جوار خيام الثائرين. السلام عليكم سلام له رنة الهتافات التي ظلت تعلو كالحمام في سماء البلاد من اللحظة الأولى في فبراير حتى يومنا هذا وإلى أبعد من الأبد. السلام عليكم سلام بألوان العلم الوطني المنقوش على صدور المعتصمين العارية. السلام عليكم سلام بمذاق الكعك التي كانت تعده الأمهات للمعتصمين فيختلط بغاز مسيلات الدموع في أفواه الشهداء. السلام عليكم سلام يمتد من أول الهتاف الطالع من حنجرة الثائر حتى آخر أزيز الرصاصة في بندقية المقاوم. شكرا للمنشد محمد الضيفاني. قبل أن تشرق شمس فبراير في سماء الوطن كان الليل يهرول بأحلامنا إلى مستنقعاته الآسنة، وكانت الأمنيات بغد أجمل تسقط على صدورنا كالخناجر، فجاء فبراير كنبي ليأخذ بيد أمنياتنا راكضا بها نحو فضاء الأمل محلقا بها في مدارات المستقبل كما تعطشته قلوبنا وتاقت إليه صدورنا وأبصارنا. فبورك فبراير المجيد. والآن مع كلمة مجلس شباب الثورة مع الدكتور أحمد السعيدي. أيها المناضلون الذين خطوا بالدم والدموع ملامح الفداء والجمهورية وحب اليمن وتطلعات المواطنين إلى وطن تكون فيه الكرامة فوق كل الاعتبارات والعدالة أعلى من كل الحسابات والديمقراطية صاحبة الفصل في السلطة والحكم والعيش الكريم في متناول الصغير قبل الكبير والمرأة قبل الرجل والضعيف قبل القوي. يا رفاق فبراير المجيد، إننا اليوم في ذكرى الثورة المباركة نحتفي معا بميلاد الفجر رغم ما يلف البلاد من سواد وليل ودخان حرب وضبابية تحول دون المستقبل والاستبصار. غير أننا وبرغم فداحة الواقع ما زلنا نتطلع إلى قد يليق باليمن وبأحلام شباب التغيير غير مستسلمين للماضي والضياع ولا متصالحين مع الأخطاء التي تراكمت منذ عشرات السنين وأفضت إلى ما نشاهده اليوم من دمار وغبار. وكما كانت فبراير محاولة جادة وجريئة لإصلاح ما أفسدته الانتهازية السياسية فهي أيضاً مساراً وحيد للكفاح ضد العائلة والسلالة وضد نظام الفرد وتوحش العصابات وضد الاستبداد بكافة أشكاله وضد نفسها حين تنحني للإحباط وتتعايش مع الهزيمة. وإننا اليوم ونحن نحتفي بالثورة الشبابية في مأرب لا ولن ننسى بحال دور شباب مأرب الذين انخرطوا في ساحات التغيير بعزيمة المناضلين وصدق المخلصين للدولة والحلم وبوطنية متجاوزة وأرواح محلقة عكست حقيقة الإنسان المأربي الأصيل الذي تعرض للتشويه من نظام ما قبل فبراير. ولن ننسى هنا دور الشهيد القائد البطل اللواء عبد الرب الشدادي الذي كان حارسا للثورة في الساحات مثلما كان حارسا للجمهورية في الجبهات. الخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، والمجد لليمن الاتحادية الديمقراطية الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ومساءكم فبراير، أهازيج فبراير. أنا أنت يا فبراير وأنا بفضلك عامر
فيك اكتملتك أنني المعنى وأنت الشاعر. يا أم أولادي التي في قلبها أتكاثر، يا بيت أحلامي ويا قدرا به أتفاخر. أنا أنت يا يوم القيامة والقد المتجاسر، في الدائر وقفت والتاريخ حولك دائر. وأنا النظام، أنا الخيام، أنا الحمام الطائر. هذا فمي في ساحة التغيير، هذا فمي في ساحة التغيير، شعب ثائر. ودمي على طول الطريق إلى الكرامة سائر. يا سيد الأيام، إنك كالحقيقة ظاهر. لا الشمس تسقط من يديك ولا النجوم تغادر، أنت الرجولة والرجال مظاهر ومناظر. حر وكل الواقفات على الرصيف حرائر، حر وكل الواقفات على الرصيف حرائر. أنت الجنان وما سواك جنائز ومقابر. أنا أنت يا فبراير المخذول لا المتآمر. وأنا البلاد كما ترى وجع وجرح قائر، ما زال للزمن العجوز مخالب وأظافر. ما زال ينهشني وباسم دم البريء يتاجر، لولا السياسيون ما سقط الجواد الخاسر. فلقد أضاع الأمس صورته وشاخ الحاضر، ولقد أحاط بنا المغول وساد غول جائر. دخلوا على امرأة العزيز وما تنحنح ساهر، لم يقض بالحرس القديم ولا هناك عشائر. خطفوا الإله من المصاحف والرسول محاصر، وأنا وأصحابي على باب الحياة مكابر. لا نحن أمطرنا، لا نحن أمطرنا ولا هذا الجفاف يغادر. أشجار وادينا الجريح مع الأسى تتشاجر، منذ انكسرنا لم يقف للأبجدية شاعر. هذا الزمان حكاية أخرى ودين كافر، تتفجر التقوى بمن فيها ويبقى الفاجر. إن الهوى أعمى وحظي في المحبة عاثر، لكنني رغم الجراح إلى النجاح مهاجر. أنا أنت حين أعود مرآتي وحين أسافر، وإذا تلاشى الضوء سوف يثور ضوء آخر، ولسوف يخرج منك ميلاد عظيم طاهر. وإذا فشلنا مرة أخرى فسوف نغامر، ولسوف أفتح كل يوم قصتي وأذاكر. إن الهروب من الدموع إلى الركوع كبائر، والخوف عار والسكوت على العذاب خناجر. أنا لا أحب الحرب، إني وردة تتظاهر، لكن مأساة البلاد أئمة وعساكر. أنا فيك يا فبراير المجنون بحر هادر، لم يبق منا للزمان سواك يا فبراير. إن كنت معصية فسوف أعيدها وأجاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية كلمتي أرحب بجميع الحضور، أرحب بجميع الثائرين والثائرات، ثائرين وثائرات ثورة 11 فبراير، فأهلا وسهلا بالثائرين جميعا. ونقول من هنا، نحن الثوار، نحن الثائرات، لن نقف بل سنستمر في البناء. يد تبني الوطن ويد تحميه بإذن الله عز وجل، لنعيش أحرارا في ظل يمن شامخ بإذن الله عز وجل. تمر بنا الذكرى، الذكرى 9 لثورة 11 فبراير المجيدة، ثورة الشباب المتجدد المتغير والتغيير المنشود. وتمر بنا ساحات النضال وتلك الهمم المؤمنة بأهمية التغيير إلى الأفضل، كما تمر بنا تلك القلاع القوية التي لم يسلم منها كيد الظالمين.
ومحطات التحدي الخلاقة للإبداع الهادفة لبناء اليمن المنشود، كما تبر بنا رائحة الدماء الزكية التي لا تزال طهوراً لتراب هذا الوطن، ووجوه الشهداء الذين وهبوا هذا الوطن أغلى ما يملكونه. تحية مرسلة لهم ولكل نفس يتنفسه الأحرار في ظلال هذه الثورة. الحرائر والأحرار، الثائرات والثوار، لقد كان الجميع شركاء في النضال، النساء والرجال، وكل له دور، لكن دور المرأة اليمنية كان فارق وفائقا. وباسم كل الثائرات أحييكم تحية ثورية من هنا، من قلعة الاتحاد، من مأرب الحضارة والتاريخ، من عرش بلقيس التي كانت ولا تزال تخوض النضال جنبا إلى جنب إلى جنب مع شقيقها الرجل في كل مراحل الثورة. ولا أحد يستطيع أن ينكر الدور التي قامت به المرأة اليمنية في انطلاقة الثورة ومواكبة أحداثها والعمل على إنجاحها في كافة المراحل ولا تزال. لقد كانت المرأة شريكة في المسيرات والمظاهرات وجميع الأنشطة الثورية المحلية، وكم قدمت من تضحيات في شتى المناسبات، وهي فوق ذلك كله تحمل لب مشاعرها المرهفة والحساسة تجاه كل من حولها، تجاه الابن الشهيد والأب الجريح والأب المخطوف والزوج المعتقل، وكم نالت منها الفجائع أضعاف ما نالته الأحداث من شقيقها الرجل. إن دور المرأة في كل المجتمع لا يقل أهمية من دور الرجل، والمرأة اليمنية قد عرفت الكثير والكثير في مختلف مراحل الثورات اليمنية، وهي على استعداد تام أن تقدم الغالي والنفيس فداء لهذا الوطن الحبيب، وستعمل جاهدة على استكمال تحقيق أهداف الثورة الشبابية لينعم هذا الشعب بالرخاء والاستقرار. وفي الختام تحية لكل ثائر وثائرة وكل حر وحرة وتحية أيضا لشعبنا اليمني العظيم ولجيشنا الوطني الباسل المرابط في ميادين الشرف والبطولة للدفاع عن مصالح هذا الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.